طوعة اختياركم. مفهوم؟ إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ننطلق في الجزء الثاني من حصة اليوم. كنا توقفنا عند الحديث عن التخصص في مجال البحث وفي مجال الوظيفة. هو هذا عامل مهم جدا، يعني لما أقول تخصص هنا أن يكون إنسان مختصاً، مفهوم؟ أو متخصصاً عفواً، مفهوم؟ والإنسان كلما كان متخصصاً كلما كان عطاؤه أكثر. مفهوم؟ الإنسان اللي بعيد على التخصص يعني لا يعطي شيئاً ولا يفيد، لأنك لست مختصاً، ما تعرفش. ولعلمكم أن الإنسان لما نقول إحنا مختص يعني مختص، يعني تكون عندك إحاطة وعلم بكل ما يتعلق بذلك الموضوع. قال أنت مختص، لأنه الآن ما بقاش حتى إنسان ما يقول أنا مختص في القانون الخاص. هذا ليس تخصصه في الحقيقة، لأنه القانون الخاص، القانون الخاص راه فيه المدني التجاري، فيه الدولي الخاص، فيه الأسرة، فيه كذا. إنسان ما ينجمش يكون مختص في المدني وفي الأسرة في نفس الوقت. الآن تخصص قال في القانون الأسرة، يعني قال مختص في قانون الأسرة. الآن لما نقول أنت مختص في قانون الأسرة معناتها أنت على علم ودراية وإحاطة بكل ما يتعلق بالأسرة، الزواج، الطلاق، على الأقل يعني الميراث، الوصية، الهبة، إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بهذه القضايا. يعني تكون تعرف شكون هما المختصين فيها تاني، تكون تعرف شكون المراجع. وأكيد جدا لما تكون مختص في حاجة هي حتى المراجع، يعني تكون تعرف شكون هم أكابر القوم في ذلك التخصص. قال قانون الأسرة لما يقولوا لك أبو زهرة، ولا يقولوا لك مثلا بالحاج العربي احنا في الجزائر، ولا يقولوا لك عبد العزيز السعد، ولا غوثي بن ملحة، هؤلاء مختصين في الأسرة مثلا في الجزائر. مفهوم؟ دكتور تشوار جلالي مثلا أستاذي الفاضل يعني من جامعة تلمسان، هؤلاء مختصين في قانون الأسرة، معناتها نكون نعرفهم. مفهوم؟ وحتى من أريد أن أشرف عليه نهار اللي يكون يكتب، انا نكون نعرف واش راه يكتب، من ادى هذه المعلومه، مين جابها، واش هو الجديد فيها، واش كذا. مفهوم؟ يعني على اعتبار انني مختص. الانسان مين يكون مختص حتى السرقات العلميه تقل. مفهوم؟ حتى في قانون 991، القرار 991 ولا قرار 1082 يتكلموا على التخصص كما شفنا يعني في المحاضرات السابقه. يقول لك يعني للتقليل من حجم السرقات العلمية يجب أن تناط الإشرافات لأساتذة مختصين. ماشي أنت واحد ماشي مختص تعطيه ما مش عارف أنايا يشرف على طالب في موضوع آخر غير الاختصاص تاعك. ما تنجمش تراقبه، ما تنجمش تحيط، ما تنجمش تعرف إذا كان فيه سرقة ولا ما فيهاش. علاش؟ لأنك لست مختصا. فهم؟ إذا الاختصاص هذا رايح يعني يقلل يعني من أشياء كثيرة ويفيد في هذا الجانب. لما أقول تخصص في مجال البحث وفي مجال الوظيفة، مليح الإنسان يكون في المجال العلمي هذاك. يعني مثلا قال أستاذ في الجامعة، مفهوم؟ إذا تكون أستاذ في الجامعة، لأنه الإنسان صحيح حتى وإن كان متخصصا في البحث بصح ما يكونش في مجال الوظيفة هذيك اللي تقتضي منه أنه يبحث فيها ويبحث، ومجاله هو البحث، هنا صعب جدا يعني نوعا ما، يعني صعب نوعا ما. يعني الإنسان لما يكون أستاذ يبحث ماشي كيما يكون موظف في مؤسسة واحدة أخرى خاطئة كاع البحث العلمي، ماشي كيف كيف. فهم؟ إذا التخصص في مجال البحث وفي مجال الوظيفة نتاعك اللي راك خدام فيها هذا، يعني او بمعنى اخر يعني نجيبكم معنى اخر السلام للكلام. عليكم. يعني انسان لما يكون مثلا موظف في مثلا في، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. السلام عليكم أستاذ. لما يكون مختص في مثلا في الحفظ العقاري، أستاذ يعني الصوت موظف، راه متقطع، ماناش نسمعه فيك. موظف في الحفظ العقاري مفهوم، وراه يقرا في الجامعة وراه يتقطع. الصوت يتقطع يا جماعة. نعم أستاذ، راح يتقطع الصوت. نعم نعم أستاذ، نعم أستاذ، الصوت يتقطع. الصوت يتقطع، مشكلة. ها؟
هل الصوت، هل نعم تسمعون أستاذ الصوت بالتلفزيون جيدا أم قبل أنه الانقطاع. يتقطع؟ يتقطع. المشكلة حتى أنا مانيش لا لا لا، نسمعكم، ما زال هناك يعني الذي قطع في يتكلم الآن الصوت، أسمعه يتقطع يا أستاذ، متقطعا. لسنا إذا نسمعك كان واحد جيدا. فيكم عنده صوت مليح، ها؟ اتقطع يا أستاذ. في تقطع، في تقطع. أنا لا أسمعكم جيدا. نعم أستاذ، الصوت متقطع. معلش التوقف عن الآن، هل الاتصال. تسمعونني جيدا الآن؟ الآن. لا نعم نسمعك. الصوت لا زال يتقطع الصوت؟ نعم أستاذ، أنا نسمع بقى. ببالي لا بقى، أنا نسمع الصوت أستاذ. جيد عندي. مازال في تقطع. دوك انا نسمع استاذ. شو هو انا نسمعوك. ايوه شوف، مادام في مجموعه يسمعوني مليح، معنى ذلك انه الجماعه الاخرين اللي راه عندهم مشكل. فانا يكفي لو كان واحد ولا زوج يسمعوني مليح، معنى ذلك انه التدفق عندي راه مليح، معناتها راه مشكل عندكم. يعني مادام الان جماعه هنا، احمد عبوس السلام عليكم، صح ماشي، مساء الخير طالبه، صح جعفر يقول هنا بالبالي يا عبد العزيز، غيقول لك الصوت مليح، معناتها راه مليح، معناتها المشكل راه عندكم. يعني اللي ما راهش يسمعني معناتها الصوت راه عنده ما هوش مليح. فهم؟ خلاص استاذ، أستاذ، دكتور هذا حاليا كلام الصوت، مليح. حاليا الصوت كيفاش؟ ولا مليح يا أستاذ؟ يعني الآن تحسن الصوت؟ نعم أيوة صح، بالتأكيد يا أستاذ. أيوة، شكرا شكرا شكرا، جيد، حاليا تحسن الصوت. أيوة بارك الله فيك، الصوت جيد. إذا هو فترات للأسف الشديد، يعني في فترات يكون فيه تقطع ومليح، يعني دائما نبهوني، يعني خصوصا اللي يعرف باللي راه عنده تدفق مليح ينبهني، يعني حتى استدرك ذلك، او ذلك المقطع المتقطع، يعني حتى يمكنني ان اعود اليه مره اخرى. فهم؟ اذا يعني ضربت مثال، يعني الانسان من يكون مثلا حتى وان كان خارج مجال الجامعه، يعني احنا عندنا بزاف طلبه الدكتوراه موظفين في عده قطاعات، احنا دائما واش نقول لهم، ننصحوهم يعني باش لما يجي يبغي يدير بحث مثلا في الدكتوراه تاعو، مليح يديرها يعني في المجال الوظيفه تاعو. مثلا كما قلنا ضربنا مثال الان، طالب لما يكون يبحث في الاخر، مليح يدير حاجه اللي توالم الوظيفه تاعو. مثلا اذا كان خدام في الحفظ العقاري، اذا كان خدام مثلا في مصلحه تاع الصفقات العموميه، او في مصلحه الوظيفه العموميه، مليح يدير بحث ولا موضوع يعني في هذاك الوظيفه، حتى يكون فيه اولا، لانه بحكم انه متخصص، وبحكم كذلك الوظيفه نتاعو، وبحكم كذلك ان الحلول او المشكله التي سيثيرها يكون لها يعني صدى، والنتائج والحلول اللي راح يوصلها تبي تكون عندها يعني عندها المعنى نتاعها، وتكون ذات فائده في القطاع نتاعو. وهكذا دواليك يعني في كل التخصصات. إذا هذا فيما يتعلق بالعوامل الذاتية أو الشخصية اللي نقول بأنها مهمة. راكم كما شفتوا الآن، يعني كلها عوامل مهمة وذات معنى. يعني لما تتوافر هذه العوامل راح تساعد في حسن اختيار الموضوع. في حسن اختيار الموضوع. إضافة إلى هذه العوامل الذاتية، هناك عوامل أخرى موضوعية. هناك عوامل موضوعية، أولها قيمة الموضوع العلمية. هي في الحقيقة هذه راهي نجم تقول تحصيل حاصل العوامل السابقة. لما نتكلم على العوامل الموضوعية، العامل الأول اللي هو قيمة الموضوع العلمية،
هذا في الحقيقة ما هو إلا تحصيل ما هو إلا تحصيل للعوامل السابقة على اعتبار أن الإنسان لما تتوافر في هذه العوامل اللي ذكرناها الآن، الرغبة والقدرات والحالة الاجتماعية، إتقان اللغة، التخصص في مجال البحث وإلى غير ذلك، هذه كلها إن توافرت رايحة تعطي للموضوع أو للبحث قيمته العلمية. فهم؟ يعني شغل هذيك عوامل، شغل شروط أولية تمهد فهم الأرضية لأن يكون الموضوع المختار موضوعا جيدا وتكون عنده قيمة علمية، ماشي غير أي موضوع. فهم؟ لما نرجع لخزانة الموضوعات والأبحاث العلمية راح تلقى ربما أغلبيتها ما عندهاش قيمة علمية. علاش؟ للعوامل، لتخلف العوامل السابقة التي ذكرناها قبل قليل. إذن قيمة الموضوع العلمية تستمد من توافر الشروط والعوامل السابقة. لما تكون العوامل السابقة متوفرة وموجودة يكون الموضوع قيمة ويكون عنده صدى وتكون عنده نتائج وتكون الحلول تاعو قيمة ويؤخذ بها. يعني احنا هذا هو الذي نريده من الابحاث العلميه القانونيه، ماشي كتب ودس وحطها في الارشيف، لا بالعكس. احنا ماذا بينا هذه المواضيع العلميه سواء كانت مذكره تخرج ولا ماستر دكتوراه مداخله مقال مشاريع بحث، تريدها ان تكون مرتبطه بالواقع، يعني تحل مشاكل يعني واقعيه، يعني هي قانونيه تحل لك مشكلات يعني واقعية. كما تكلمنا قبيلة، أعطينا أي مثال بسيط على الخلع. أنت تدرس الخلع من الجانب القانوني، بصح إلا تعطي حلول. حلول لمن؟ تعطي حلول للمشرع حتى يتدخل، يصلح، يعدل، يعني يلغي قوانين معينة من أجل يعني إيجاد حلول لمشاكل معينة وما أكثرها. وما أكثرها. العامل الثاني هو مدة اختيار البحث وإنجازه. فإحنا لما نتكلم عن المدة هذه، تكلمنا قبيلة قلنا مراحل، لما نقول كلمة مراحل معناتها فيها أجل، فيها زمن، فيها وقت، فيها فهم. هذه المدة تختلف باختلاف كذلك البحوث. مذكرة تاع التخرج تاع ليسونس، المدة تاع الاختيار تاعها ماهوش كيما ماستر، ماستر ماهيش كيما الدكتوراه، مداخلات علمية ما إلى غير ذلك. إذا مدة اختيار البحث تختلف باختلاف طبيعة الموضوع وكذلك طور التعليمي إن شئنا نقوله، أو أين يوجد ذلك البحث، يعني مكانة ذلك البحث وطبيعته. دوك مثلا كما مذكرة التخرج تاع ليسونس، في بعض الأحيان لا تعطى لك المدة الكافية باش تخير موضوع، على اعتبار أن مذكرة التخرج ليسونس يعني ماهوش يعني حاجة كبيرة. فهم؟ مذكرة تاع ربما سنة أو شهر ولا شهرين باش يدير ذاك البحث. يعني حتى المدة الزمنية باش تخير البحث ماهيش طويلة، ربما يعطيك سمانة، يعطيك 10 أيام. في الماستر في بعض الأحيان حتى وإن كانت يعني جرت العادة أنه الأساتذة هم من يختارون البحوث، معناتها وكأنه المرحلة الأولى هي الأصل. لا، الأصل وإن كان في اللجان العلمية والمجالس العلمية تطلب من الطالب، إذا كان طالب عندك موضوع أهلا وسهلا جيبه حطه وتدرسه لجنة علمية. إذا ما كانش عندك موضوع، الأساتذة جرت العادة أنهم يختارون المواضيع ويجي الطالب يخير الموضوع. وبالتالي كفيت شر 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 المرحلة الأولى. نقول كفيتها على اعتبار أنك يعني وجدت موضوعا جاهزا. يعني المرحلة الأولى هذيك دارها الأستاذ في بلاستيك، هو اللي قام باختيار ذلك الموضوع بحكم تخصصه.
مفهوم؟ بصح كاين يعني في بعض الاحيان طلبه يخيروا المواضيع، مفهوم؟ بحكم ربما في بعض الاحيان كما قلنا قبيله، بحكم توافر هذه الشروط، عنده ميول، استعداد نفسي، عنده قدرات ماديه، عنده يعني درس كاع، وكانه درسها كاع، درس كاع هذه الحالات، وقال ودي انايا هو انا عندي موضوع، انا جبت موضوع، انا مانيش عارف السيد يبغي تخصص معين، يبغي القانون المدني، يبغي الجنائي، شحال من مره هكا نسقسهم يقول لك هو عندي ميول هذاك الماده، عندي رغبه فيه، عندي كذا، هذه دائما نسقسوا عليها الطلبه، يعني سقسوهم قالوا دي عندك رغبه، عندك ميول، هاك راك مستعد باش تفهم، هل عندك الوقت الكافي باش تدير هذا البحث، عن هل تحسن اللغه كذا الفرنسيه في هذا القرن باش تبحث فيه، لانه المراجع اكثرها باللغه الفرنسيه، مفهوم؟ وهكذا، يعني بمعنى احنا هذه الشروط اللي ذكرناها قبل، شروط او العوامل الذاتيه، شغل وكاننا نطرحها على الطالب او الباحث، يعني مجموعه، مفهوم؟ باش نشوف ونتبين ما اذا كان فعلا يعني مستعدا، وبالتالي يكون موضوعه موضوعا يستحق الدراسه ام لا. الان اختيار الموضوع نظر لأهميته وحساسيته لابد من إعطائه الوقت الكافي، لأنه على بالكم باللي تعتبر مسألة فاصلة حاسمة هذه الفترة هذه، خصوصا في الدكتوراه، خصوصا نقول في الدكتوراه، علاش؟ لأنه تلقينا عدة مشاكل في بعض الأحيان، الطالب ربما يتسرع في اختيار موضوع ما، يسجل الموضوع نتاعو في اجراءات تحت السجل نتاعو، ثم يبدا في الموضوع، نهار يجي يبدا في الموضوع، في بعض الاحيان المشكله الكارثيه الكبيره هو انه في حال ما اذا يعني طال الوقت، طال الوقت يعني منذ اختياره الموضوع وتسجيله، فتتعامل عامين، وكاينين حالات كما هكذا كثيره جدا، طالب يبدا في الخدمه وكذا، بعد عام عامين يبدو مشاكل تاع الاخر، فهم كلاودي، واولى تلك المشاكل واكثرها قله المراجع، يقول لك استاذ انا خيرت هذا الموضوع بصح المراجع قليله او نادره، فهم، او هذه المرتبه الاولى، او ثانيا يقول لك صح المراجع كاينه موجوده بصح القدرات والامكانيات الماديه ما عنديش، مانيش منجم، الله غالب، مراجع موجوده في فرنسا، موجوده في مصر، في الصح، لا غالب، ما نجمش ديبلاسمون، الى خلاه دراهم، الى خلاه، يعني شوفوا، شوف احنا يعني دوك رانا نهضروا ورانا نجيبوا في هذه الحالات اللي كانها سابقا، قال انت علاه ما كملتش؟ راك عامين وانت، قال ودي انا لا غالب الظروف الاجتماعيه تاعي ما تسمحليش، راني متزوج، ولا اذا كانت امراه تقول لك راني مزوجه والوليدات وكذا الى غير ذلك، هاي الحاله الثالثه مثلا، قال شوف باش نربطوا، احنا نربطوا بين هذا وهذا، قال انت علاه يعني انا هذه الحالات التي اذكرها لكم الان يعني صادفناها في حياتنا العمليه، يعني شفناها، يعني كل الحالات شفناها، قال انت يعني، قال ودي استاذ اسمح لي، صحيح انا خيرت هذا الموضوع عجبني، ولكن جل المراجع باللغه الفرنسيه، وللاسف انا لا احسن اللغه الفرنسيه، يتخلى عن الموضوع لهذا السبب، فهم؟ او في بعض الاحيان يجي يقول لك انا خيرت موضوع ولكن هذاك الموضوع راني شايفه خارج شويه التخصص نتاعي، وهكذا، علاش انا نقولوا باللي هذه العوامل كلها يجب ان تتوفر، علاش؟ حتى لا يضيع الباحث الوقت، مش ما يضيعش الوقت، كثير قلنا كثير من الطلبه خصوصا في مستوى الدكتوراه يعني ضاع لهم الوقت، كان لي عامين 3 سنين ربما غادي نهضروا على هذه المره، الام دي هو في الدكتوراه القديمه الناس نعرفوهم يعني عشرات السنين، عشرات، كان لي 10 سنين 12 سنه وما فاقش نروحوا، هو يبحث ويقرا ويدير منا، من بعد نهار 7 سنين 8 سنين هاني تفوت، قال ودي ما نجمش نكمل، الله غالب، لاسباب، شوف هادو سميناهم عوامل وسميناهم شروط، ويجب يقولهما أسباب تخلي الباحث عن مواصلة البحث نتاعو، إذا هذه كلها شوفوا عناصر مهمة جدا
في العملية البحثية وفي اختيار الموضوع. هذه كلها طولنا فيها شوية غير باش نعرفوا قيمة هذه المرحلة وأهمية هذه المرحلة في حياة الباحث والطالب. وهذا هو الخطوة الأولى، دائما الخطوة الأولى لما تكون خطوة يعني بدايتها جيدة راح تكون نهاية جيدة، كانت سيئة النهاية تكون سيئة. لذلك يجب إعطاء المدة الكافية للبحث على حساب الآخر. احنا في الدكتورة غالبا من المفروضة نتكلم لكم، لأنه الجانب العملي شيء للأسف الشديد من اللغة الفرنسية هي لا يترك للطالب الوقت. نعم تقطع قد نعم. يتم اللغة الفرنسية تعتبر أكبر عائق مثل اللغة الفرنسية. بارك الله فيك. أيوة. أكيد الآن خصوصا في بعض التخصصات كما القانون الإداري. القانون الإداري يعني تعرفون أنه يعني من صنع الفقهاء الفرنسيين ولا يزال إلى يومنا هذا يعتبر صناعة فرنسية القانون الإداري، ولا يزال تطوره وتقدمه رهين المدرسة الفرنسية. لذلك أي شخص يعني يريد أن يبحث في القانون الإداري، الشرط الأول إنك تكون تعرف اللغة الفرنسية. إذا لم تحسن اللغة الفرنسية يعني ما لا يمكن اعتبار البحث الذي تعده بحثا جيدا إن لم يكن مطعما بالمراجع الفرنسية باللغة الفرنسية. لأنه احنا كي دي لو دغوا ادمينستراتيف سي لو دغوا ادمينستراتيف فرونسي. لما نقولوا قانون إداري معناتها قانون إداري فرنسي، يعني ما يعني كيما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا ما نكذبوش على بعضنا البعض. يجي واحد يبحث لي في القانون الإداري في الدكتوراه مثلا ولا في الماستر ويدير لي انايا مراجع وما كاش قانون فرنسي ولا ما كاش مراجع فرنسية، انا لا يعني انا لست مختص في الإداري في الحقيقة، بصح انا لا اقبل هذا البحث. ما نقبلوش لأنه بحث ناقص خصوصا نقول في هذا في الإداري لو دغوا ادمينستراتيف. ما تنجمش تبحث نتايا بمراجع عربية فقط يليق القانون الفرنسي أو المراجع باللغة الفرنسية، وهذا شيء مهم جدا. هذه عوائق يجب. وأنا ربما تكلمت عن القانون الإداري، حتى في القوانين الأخرى يعني على اعتبار مما تكلمت أنا فيما قبل تكلمت عن القانون بصفة عامة. القانون بصفة عامة مليح على الأقل يعني يكون عندك مرجع زوج ثلاثة حتى في القانون المدني ولا في الجنائي ولا كذا، لأنه في كل فروع القانون فيه تطور كبير من طرف يعني تطور تاريخي مهم جدا في القانون الفرنسي. احنا على بالكم باللي يعني حتى احنا في الجزائر يعني حتى في السنوات السابقة وإلى يومنا هذا الجميع يفضل يعني أن يكمل دراسته أو أن تمنح له فرصة تكمل دراسته في فرنسا، على اعتبار أنها لأنه يعلم جيدا أن فرنسا هي المدرسة القانون الأولى في العالم يعني أو في العالم في الدرجة الأولى. ثم إذا قلت في قضية المدة هذه هي مهمة جدا، يعني يجب احنا للأسف الشديد يعني في الدكتوراه الملاحظ والذي نعيشه يعني عمليا لا تعطى الفرصة للطالب. في هناك تحكم إداري في الحقيقة، تحكم إداري في ضرورة اختيار الموضوع في أقرب وقت، وهذا شيء من الأخطاء الفادحة. طالب يدخل يدي مثلا ينجح في مسابقة الدكتوراه، شهر من بعد قال لي جيب لنا الموضوع. لماذا هذا التسرع؟ علاش نسرع؟ حتى الاخر خلي حتى شهر جوان في غرضه فوق في غرضه، خليه يختار عطيه الوقت يخير هو المشرف نتاعو فوق يخير الموضوع في وقت. لانه انا لما نقول اختيار الموضوع
هذا طالب دكتوراه، وربما في بعض الأحيان صحيح أن الأستاذ تاعه هو اللي راح يعاونه، ولكن لابد عليه أولا أن يكون له فسحة من الوقت حتى يستطيع أن يحيط بأغلب المراجع التي كتبت في الموضوع، يلقى يعرفها، يلقى من الأولى يعرف اللي مثلا قال هذا الموضوع هذا اللي راح نخيره ما فيهش مراجع وما يساعدنيش، لو في اللغة كذا إلى غير ذلك. باش ماشي هو يتسرع نهار الأول يدي الموضوع يضيع عام ولا عامين، على بالكم هذا الوقت هذا اللي راه يضيع في الحقيقة ليس في صالحه، وقد يضر به، يضر به إلى أن تلغى يعني الرسالة تاعو، لأنه هذه من الإجراءات التي نجدها في هذا الشيء. ثم كذلك من العوامل الموضوعية بالنظر إلى الدرجة العلمية أو القيمة العلمية للبحث. هذه تقريبا تحصيل أو شرحها مرتبط بالشرح السابق. فهم؟ يعني ليسونس، ماستر، دكتوراه، مقال، مشروع بحث، هذه ربما تكلمنا عليها من قبل حين حديثنا عن مختلف العوامل هذه، عن مختلف العوامل، على اعتبار أنه أنا أقول قيمة علمية ولا أقول درجة علمية للبحث، فهم؟ لأنه البحث درجات، البحث درجات، كاين كاين ليسونس أو حتى البحوث العادية التي يقوم بها الطلبة في العمل موجهة، وكاين ليسونس، كاين ماستر، كاين دكتوراه، كاين مقالات، كاين مداخلات، مشاريع بحث إلى غير ذلك، يعني كل حاجة عندها قيمتها، كل حاجة عندها قيمتها وعندها درجة نتاعها. إذا هذا الشيء هذا يخلي الباحث يختار بحسب هذه الدرجة. دونك أنت ليسونس ما غاديش تخير موضوع تاع دكتوراه، ولا العكس، أنت دكتوراه تبحث ما غاديش تخير موضوع تاع ليسونس. إذا هذا الذي نعنيه في هذه الحالة، علاش؟ لأنه هذا باش ما يديرلكش مشكل، أنت في الليسونس وتخير موضوع واعر عليك، ها ما غاديش تبحث فيه، ولا العكس، أنت دكتوراه وتروح تخير لي موضوع تاع ليسونس، وهذه صراحة بزاف، موضوع عام بزاف، يعني لما نقول أنا واحد في الدكتوراه يخير موضوع تاع ليسونس معناتها راح يخير موضوع عام مستهلك كبير، فهم؟ إلى غير ذلك. ثم العامل الرابع والأخير واللي هو كذلك من العوامل المهمة جدا هي مراجع البحث. المراجع راهي، شوف حنايا في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي القانون السلاح نتاعنا هو المراجع، يعني السلاح الذي قد نقاوم به أو قد نقاوم، نقاوم أو نقاوم. وماذا أعني بذلك؟ أعني أن هذه المراجع قد تكون هي الصديقة نتاعك وقد تكون العدو، فهم؟ وما نحسبش، يعني باش هذه تاني نفهموها مليح، باللي المراجع ما تدلكش مشكلة غير نهار اللي تكون قليلة ولا ما كايناش، حتى نهار اللي تكون كثيرة قد تكون مشكلة. بزاف ناس ما يعرفوهاش، على بالكم المراجع لما تكون بزاف كثيرة جدا هاي مشكلة، يعني ما نتكلمش على لما تكون قليلة ونادرة، يعني قليلة وما كايناش، هذيك راهي باينة، فهم؟ هذيك لما تكون قليلة ونادرة وتكون عندك انت قدرات وكذا راه أفضل من أن تكون المراجع كثيرة ويكون الموضوع أو البحث أو النتائج التي خرجت بها ربما ليست ذات قيمة. بمعنى آخر، يعني باش نفهمه مليح، صحيح أننا في جل البحوث والمذكرات والرسائل دائما طالب في الصعوبة تاع البحث يقول لك صادفتني مشكلة تتمثل أو صعوبة تتمثل في قلة المراجع أو ندرتها في بعض الأحيان قليل، أو أنا شخصيا في حدود الرسائل اللي ناقشناه وكذا مازال ما لقيتش واحد يقول باللي من الصعوبات التي وجدناها في البحث كثرة المراجع، مازال ما شفتش،
على الرغم من انها مشكله. مشكله وين؟ مشكله انها ستجد صعوبه في التحكم فيها، وكذلك ستجد مشكله في الجديد الذي ستاتي به انت. وضع بصمه الاستاذ. تجد مشكله في وضع البصمه في الكم الهائل من المنظر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني في وسط البصمات الكثيره باش انت ثاني تحط البصمه نتاعك راهي صعيبه. الناس قاع كتبت فيه وقاع بحثوا فيه وقاع تجي نتايا قال انا باغي. هذه ثاني راهي مشكله كبيره. ربما اللي عنده مراجع قليله ولا نادره عنده ما يلقى، ربما يلقى حلول يدير، لانه في وسط هذه القله قد يثبت وجوده. بصح هذه يكونوا بزاف صعيبه. اذا يجب اخذ الحذر. فهم؟ يعني لما نقولوا طالب نهار يكون يحوس على بحث معين، ماشي من يكونوا المراجع كثيره معناتها هي صاي قال اذا البحث سهل. انت يبان لك سهل بصح من بعد غادي ما تلقاش واش تكتب، لانه حنايا صادفتنا هذه المشاكل. تلقى انسان يجي يتبختر ويفتخر ويجي يعرض في روحه قال انايا في الدكتوراه، نتكلم ربما في الدكتوراه بزاف، يجي يقول لك انايا قائمه المراجع لحقت لي حتى 400 مرجع. شغل ابصح دوك 400 مرجع نشوفوا دوك شنو كتبت نتايا، ماذا كتبت، واش قيمه اللي كتبت، هل جئت بجديد، هل هناك امور مستجده. فهم يعني في وسط هذا الزخم الكبير من المراجع، هل اثبتت وجودك ام انها مجرد اعاده وتكرار لابحاث الاخرين؟ علامه استفهام. اذا هنا الباحث عليه ان ياخذ يعني الامور بهذيك الدقه. ماشي كان عندي انا البحث هذا فيه مراجع بزاف، هي لا، حتى لا تكون المعلومات مجرد تكرار، غير تعاود تكتب الشيء اللي كتبوه تعاود تكتبه. اذا دائما احنا نقولوا الامور، ناخذ الامور في اوساطها، في اوساطها. يعني احنا الانسان اللي ما يبغي يبحث مليح ما تكونش مراجع نادره كاع ما كايناش، ومليح ثاني ما تكونش بزاف، حاجه وسط وسط. مفهوم؟ ودائما نفرقوا بين المراجع العامه والمراجع المتخصصه. مفهوم؟ بين المراجع العامه والمتخصصه. دوك انت اذا كان قائمه المراجع المتخصصه مانيش عارف انا بالعشرات، معناتها انت وين باغي تبحث انت؟ وين باغي تبحث؟ اذا كان عدد المراجع العامه كبيره اكثر من المتخصصه ربما معليش، لانه انت بحث تاعك متخصص ستجد مكانا لك في وسط المتخصصين. بس اذا كان المراجع المتخصصه كثيره جدا وين باغي تلقى روحك انت معاهم؟ صعب جدا. اللهم اذا الا اذا كانت عندك شخصيه قانونيه قويه فاوجدت لك مكانا بينهم، هذاك شيء اخر. فهم؟ اذا المراجع تلعب دورا كبيرا او يعتبر عاملا ماديا وموضوعيا في عمليه اختيار الموضوع والتقدم ومواصلة البحث في ذلك الموضوع. إذن هذا فيما يتعلق بالعوامل. إذن كما تلاحظون يعني في خطة بحثنا هذه مرحلة اختيار الموضوع، المطلب الأول تكلمنا على عوامل اختيار الموضوع، قسمناها إلى عوامل ذاتية وأخرى موضوعية. في المطلب الثاني راح نتكلم على إشكالية البحث، وهي كما قلنا قبيلة هي في الحقيقة لما نتكلم احنا على اختيار مرحلة اختيار الموضوع معناتها صياغة الإشكالية. مفهوم؟ يعني بمعنى احنا نقول المظهر الثاني لاختيار الموضوع يتمثل في إشكالية البحث، في وضع إشكالية البحث، في البحث عن إشكالية البحث وكيفية صياغتها. مفهوم؟ هذا هو المعنى تاع الإشكالية، على اعتبار أن الإشكالية تعتبر أحد أهم عناصر البحث أو المقدمة بأكثر دقة، على اعتبار أن الإشكالية في الحقيقة نتكلم عليها في المقدمة.
نتكلم عليها أو نثيرها فقط في الإشكالية، بصح البحث كله عبارة عن إجابة للإشكالية. فهم باش نفهموا مليح، الإشكالية هذه تثار في المقدمة ونجيب عليها في كل البحث. يعني البحث واش هو؟ هو إجابة عن سؤال، يعني ببساطة. إشكالية واش هي؟ هي صحيح أنها تختلف عن السؤال، لأنه واش هو الفرق الأساسي؟ أن السؤال إجابة نتاعو محددة، بينما الإشكالية لا، إشكالية ليست سؤالا حتى نجيب عنها يعني في سطرين أو ثلاثة أو في صفحة أو صفحتين. الإشكالية يعني الحل نتاعها أو الإجابة نتاعها يعني دائما تكون طويلة وغير محددة. ليش محددة؟ لأنه على الرغم من توصلك إلى بعض الحلول فهي تبقى حلولا، ما نقولش ليست حلولا نهائية، تبقى دائما تحتاج إلى من يتوسع فيها. احنا دائما راكم تشوفوا لما الإنسان ينهي بحثه في الأخير كاع في الخاتمة، دائما يجي يقول لك في الأخير في كثير من الأحيان يقول لك هذا ما توصلنا إليه من حلول، أو ما تمكننا أو ما استطعنا أن نصل إليه من حلول، ليبقى المجال مفتوحا للباحثين الآخرين من بعدنا. وهذا هو البحث. وش البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية؟ هو واحد يكمل الآخر. حتى في العلوم تكون وجهة في الحقيقة، ماشي غير في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ما كانش إنسان، إحنا صحيح نسمي أنفسنا علماء، قال هذا عالم فلاني، بصح ما كانش عالم يعني بأتم معنى الكلمة، لأن صفة العلم مرتبطة بالإله سبحانه وتعالى فقط. هو الذي يعلم الأول والآخر. في الإنسان ما كانش هذا الشيء. الإنسان كل واحد يجي يكمل حاجة اللي دارها واحد آخر، ومن بعد يجي يروح واحد آخر يكمل له، وهي رايحة سلسلة. ما كانش لواء يعني إنسان واحد دار كل شيء، مستحيل. هؤلاء الذين نسميهم مخترعين، الأوائل اللي اخترعوا التليفون واخترعوا لنا الضوء واخترعوا لنا مانيش عارف، اللي اخترع الضوء توماس إيديزون يعني سمعوا به، ماشي صحيح اخترع الخل، بصح كاين اللي قبلوا اللي بدا حاجة دار حاجة ومن بعد جا هو يعني وهكذا. هو والضوء اللي اكتشفوه هو، ماشي هذا الضوء اللي رانا نشوفوا فيه الآن، هو حاجة بدائية عطى الفكرة ومن بعد جا اللي وراه كمل وهكذا. هذا هو البحث العلمي. ما كاش إنسان كامل مكتمل يدير كل شيء، هذا مستحيل. لا يعني يستحيل استحالة مطلقة أن الإنسان هو اللي بدأ حاجة وكملها. هذا العلم لله سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد، هو الذي يعني يعلم أول شيء في هذا الكون إلى آخر شيء. أما الإنسان الضعيف فهذا إحنا كل واحد يجي يدير حاجة ويروح ويجي واحد آخر يكملها. فهم؟ إذن نقول بأن العملية البحثية هذه هي عملية جزئية، الباحث يبحث في جزئية، ما ينجمش يبحث في كل شيء، هو يبحث في جزئية واحد وخد آخر في جزئية واخد، ويكتمل البحث باكتمال يعني هذه السلسلة تاع الباحثين. صدير يكتمل، نقول يكتمل تكتمل يعني هذاك الشريط يعني لا متناهي نتاع العلوم في بكافة يعني تخصصاتها وشعبها وإلى غير ذلك. إذا الإشكالية هذه في الحقيقة لا بروبليماتيك، الآن لما نجيو نفسروها يعني من ناحية شكلية، هي عنصر من عناصر المقدمة. من بعد رايحين نتكلموا احنا على المقدمة والعناصر نتاعها، مفهوم؟ ولكن نقول بأن الإشكالية تعد أحد أهم عناصر المقدمة، وهي تثار في المقدمة، أما الإجابة عنها فتكون في كل البحث، وتظهر إجابتها بجلاء في الخاتمة من خلال ماذا؟ من خلال النتائج، من خلال النتائج. لأنه البحث واش هو؟ يتشكل من أجزاء، الجزء الأول مقدمة، ما تكلمش ربما على العنوان الأول، المقدمة، ثم العرض، فهم؟ اللي هو البحث، العرض
اللي هو العرض، لما نقول العرض معناتها اذا كان ابواب ولا مباحث فصول، هذا كاع يعني ابواب الفصول المباحث المطالب هذا كاع عرض. ثم الخاتمه مفهوم باقتراحاتها او عفوا بنتائجها واقتراحاتها. ثم اذا كان هناك ملاحق، الملاحق في الحقيقه ما هي الا جزء لا يتجزأ من البحث. هذه العناصر الأساسية أو الأجزاء الأساسية، نقول مقدمة عرض خاتمة. أنا لما نجي نبغي نفصلوا، اللي بغا نجي نفصلوا هذه الأجزاء الأساسية، مقدمة عرض خاتمة، نقول أن هناك تطابقات أخرى، عناصر أكثر. هذه المنهج جو نتكلموا على التطابقات، مفهوم تطابقات. نشترط أن يكون العنوان متطابقا مع إشكالية البحث، والإشكالية مع الخطة، والخطة مع العرض، والعرض مع يعني الخاتمة أو نتائج البحث. مفهوم؟ يقولوا خمسة، يعني من ثلاثة يقولوا خمسة: عنوان، إشكالية، خطة، عرض، نتائج، خاتمة. خمسة. مفهوم؟ الأجزاء الأساسية نقولوا إحنا مقدمة، العرض، الخاتمة. لما نجوا نفصلوها أكثر، ما نجيو نتكلموا على ما يسمى بالتطابقات داخل البحث، نتكلم على العنوان، على الاشكاليه، الخطه، العرض، والخاتمه او نتائج البحث. يعني ماذا نعني بالتطابقات؟ يعني ان تكون اي موضوع بحث، اي موضوع بحث لابد ان تتطابق هذه العناصر. ماشي العنوان يكون في جهه، اشكاليه حاجه واحده اخرى، الخطه مانيش عارف، العرض، إلى تكون تطابقات. إشكالية تعبر عن العنوان، الخطة تعبر عن الإشكالية، العرض يعبر عن الخطة، والنتائج تعبر عن الإشكالية. ما يلقش تكون حاجة أكثر من الأخرى. فهم؟ إلى تكون تطابق، يعني لما نقرأ بمعنى لما نجي نحل البحث، إلى ما نلقاش في البحث، ما يلقش نلقى خروج عن البحث أو تقصير أو نقصان في البحث. مفهوم؟ لما نجي نقرا النتائج تاع الخاتمه اللي هي عباره عن اجابه مختصره للاشكاليه، اللي تكون جاوب فعلا عن الاشكاليه. ماشي انت تطرح سؤال في الاشكاليه مثلا ونلقى اجابه واحده اخرى، او ان تكون الاجابه ناقصه. هذه الامور، هذه التطابقات والاركان والاجزاء تاع البحث، يعني يجب اخذها. انا علاش ربما تكلمت على هذا الشيء؟ لانه أصل المشكلة هي الإشكالية. إذا يجب علينا أن نعرف كيف نصيغ الإشكالية، واللي رايحين نتكلموا عليها من بعد، يعني قضية الصياغة. الآن نتكلموا على الشروط نتاع هذه الإشكالية. يعني ككل جزء من أجزاء البحث وككل عنصر من عناصر البحث، يعني تأتي الإشكالية بالدرجة الأولى في المقام الأول، على اعتبار أنها يعني هي المرحلة الأولى تاع البحث نتاعنا. هي مرحلة اختيار البحث، لذلك نوليها هذه الأهمية. إذا هذه الإشكالية يجب أن تكون دقيقة ومحددة في الصياغة نتاعها، يعني لما نجيو نكتبوها في المقدمة ما يلقاش نخلوها غامضة هكذا ماهيش واضحة. قال الإشكالية يعني راهي والإشكالية غالبا ما تطرح في شكل سؤال ينتهي بعلامة استفهام غالبا، وهذا هو الأصل في الحقيقة، خاطش كان اللي يديرها في شكل جملة، فهم؟ في شكل جملة، وإن كان إحنا غالبا ما تثار في شكل سؤال، في شكل سؤال أقول، تثار في شكل سؤال تنتهي بعلامة استفهام، وغالبا ما تكون في صورة سؤال واحد. كاين اللي يعني يدير إشكالية رئيسة ويقسمها إلى فرعين أو ثلاثة، مفهوم؟ أو ما يسمى بالإشكالية الثانوية، مفهوم؟ هذا في الحقيقة وإن كان أمر مختلف فيه، ولكن لا إشكال في ذلك. كذلك يشترط فيها أن تكون موجزة ومعبرة، دقيقة ومحددة، يعني يقترب منها الشرط الثالث اللي هو وضوح المصطلحات والعبارات. مفهوم؟ احنا بغينا نعزلوا بعضهم بعض غير باش يعني حتى ندقق في كيفية كتابة الإشكالية. أن تكون دقيقة ومحددة يعني باينة، موجزة ومعبرة يعني ما تكونش طويلة،
الاشكاليه يعني انا ما نقولكش ديرها في سطر ولا سطر ونص ولا زوج سطور ولا ثلاثه، يعني على حسب طبيعه الموضوع، على حسب طبيعه السؤال الذي تطرحه الى غير ذلك. المهم ان انها ما تكونش عباره عن فقره تاع اربع سطور ولا خمسه، فهم؟ تكون في سطرين في ثلاثه مثلا، فهم؟ وتكون عباره نتاعها دقيقه ومحدده، ما يكونش فيها تكرار، ما يكونش فيها الى غير ذلك، والمصطلحات فيها تكون واضحه وقانونيه. فهم؟ ربما انا ما اكدناش عليها كثير على اعتبار انها ان الموضوع لابد ان يكون متخصصا، يعني شيء طبيعي جدا، مفهوم؟ وبالتالي نقول انه ورايحين من بعد نتكلموا على كيفيه صياغه الاشكاليه، لانه هذه شروط اوليه وهي مرتبطه في الحقيقه بالصياغه، يعني سنجد بانها يعني تقترب منها كثيرا على اعتبار انه صياغه الاشكاليه يعني الجانب الشكلي في صياغتها. هم الان لما نقول بان الاشكاليه يجب عليها تتوفر على شروط، فهذه الشروط الاساسيه في الاشكاليه اللي هي المظهر الشكلي لاختيار الموضوع. فهم؟ هي المظهر الشكلي والذي نعبر عنه من خلال طرحنا لتساؤل معين لها. إذا قلنا على أن الموضوع والإشكالية المختارة يبقيان دائما مرتبطان بعدة معايير أخرى، وبالتالي يمكن تغييرها في الوقت المناسب متى سمح الظرف ذلك. هي هذه النقطة، هذه نقولها بزاف للطلبة يعني في كثير من الأحيان. علاش نقولوا هذا الشيء هذا؟ حتى لا يقلق الطالب، حتى لا يضطرب، لانه تعرفوا باللي القلق والاضطراب هذاك، وهذا نشعر به يعني لدى ابنائنا الطلبه خصوصا في مرحله الدكتوراه. تجد الطالب ربما في بعض الاحيان يتقلق من قال ودي درت خيرت موضوع، معليش دوك ربما ما نتكلموش على الجانب الاداري، نتكلم غير على الجانب اختيار الموضوع. انت لما تحس وتشعر الطالب لما يشعر بانه خذا وقت معين لا باس به في اختيار الموضوع نتاعه، لا يجب على الطالب ان يقلق او ان يضطرب. علاش؟ لانه هذاك الاختيار تاع الموضوع او طرحه لتلك الاشكاليه ما هما الا اجراءين او اجراء ان جئنا نجمعوا مع بعض اوليان، حاجه اوليه، لانها قد تخضع للتغيير والتعديل. المهم ما يتبدلش الموضوع كاع، يعني هذا اللي ناكدوا عليه، فهمتوا؟ يعني انسان ما خير موضوع ولا يطرح اشكاليه معينه، لانه هو المطلوب من الطالب سواء دكتوراه ولا، يقول له جيب لنا يعني الموضوع، الاشكاليه، المراجع، هذه كلها اوليه، فعلى الطالب ان لا يقلق. المهم احنا اللي يهمنا بزاف هو انه مجال الدراسه راه باين، يعني مجال تاع الموضوع راه باين. الان يبقى العنوان والاشكاليه هادو يخضعوا للتغيير والتعديل مع مرور الوقت، شاولا بالشرط ما يلقش يكون تعديل ولا تغيير جذري، معناتها صاي قال ودي الموضوع هذا ما عجبنيش اصلا، هذا هو المشكل. بس صح الان نتكلم في الجانب الشكلي فقط، لانه كثير في الحال كثير من الحالات يعني طلبه لما يخيروا موضوع ولا كذا خصوصا العنوان، لانه الاشكاليه في الحقيقه هي عنصر من عناصر المقدمه، وكما راح نشوفوا من بعد المقدمه هي اخر ما يكتب، فهم؟ وبالتالي لا يجب على الطالب ان يقلق في هذا في هذا في في هذا المساله هذه، على اعتبار احنا قلت دائما نعاودها ونقول لان هناك مجال للتغيير والتعديل، شريطة أن لا يكون التغيير أو التعديل جذريا، لأنه لما نقول تغيير أو تعديل جذري معناتها تغيير الموضوع من جديد، وهذا للأسف الشديد يعني خصوصا إذا كان الوقت قد طال على الطالب، يعني دا منه مدة زمنية طويلة، أنت عندك 3 سنين باش دير الدكتوراه تاعك، فهم؟ لحقت عام عام ونص قال غادي نغير الموضوع، هذه مشكلة، فهم؟ معليش تعدل تعديل بسيط تدخله على العنوان ولا إشكالية، ما فيش إشكال،
المشكلة الكبيرة أن تعدل جذريا أو أن تغير الموضوع، وهذا هو للأسف الشديد الذي نجده كثيرا أو يتلقاه الطالب، طالب بصفة عامة يعني، خصوصا في الدكتوراه أو حتى في الماستر. تحدث مشاكل كثيرة في الماستر، فلا بالكم الماستر يعني طالب ما عندوش وقت كثير، على الرغم من أن المواضيع تعطى له يعني في نهاية السنة، في بعض الأحيان يعني نهاية السنة الأولى تاعو أو بداية السنة الثانية، ولكن مع ذلك في بعض الأحيان قد يختاروا موضوعا ثم لا يجد فيه أو يجد فيه صعوبة للخوض فيه أو الاستمرار فيه، والوقت ما يكفيش، لا يكفي في بعض الأحيان، ما يكفيش الوقت، تبقى له 6 شهور ولا 3 شهور ولا 4 شهور، وبالتالي يقع في مشاكل ربما قد تؤخر مناقشته لتلك المذكرة أو الرسالة. إذا هذا باختصار فيما يتعلق بشروط الإشكالية. تبقى قضية الصياغة تاع الإشكالية نتركها إن شاء الله في الحصة المقبلة. إذا كان فيه الآن أي أسئلة أبنائنا الطلبة مرحبا بها. سلام أستاذ. سلام ورحمة الله. معك بن زايد ملكة أستاذ. بن زايد مرحبا. في قضية المقدمة أستاذ ما هضرناش على المنهجية أستاذ اللي نطرقوا لها. احنا المقدمة هي في الحقيقة مازال هي راهي في المحاضرات القادمة إن شاء الله. المقدمة راهي كاينة نعم راهي كاينة وفق المواضيع أو البرنامج اللي أعطيناه لكم، راهي موجودة في المحاضرة الأولى، يعني بمعنى بعد هذه المحاضرة، يعني بعد ما نكملوا المحاضرة نتاع مراحل إعداد البحث هذه، راح تكون المحاضرة الأولى تاع السداسي، يعني المفروض هي من السداسي الأول اللي سميناها بقواعد التحرير وإنجاز البحث. في الجزء الأول نتاعها راح نتكلموا على المقدمة والعرض، مفهوم؟ وفي المقدمة راح نتكلم على المقدمة والعناصر نتاعها إلى غير ذلك، مفهوم؟ وإحنا في الحقيقة وإن كنا أشرنا لها يعني في بعض المحاضرات السابقة، لكن إشارات يعني عربية فقط وليست تفصيلية. نعم شكرا استاذ. بركة محمد. شكون معايا؟ بركة محمد. البركة مرحبا استاذ. الإشكالية تاع اللغة الفرنسية. نعم. كيفاش نقضوا عليها استاذ؟ تقضي عليها بالمطالعة والقراءة وهذا هو. وإن كان للأسف الشديد احنا على بالكم باللي كاين ضعف يعني بالنسبه للطلبه في هذه اللغه، يعني ماشي غير في اضرار ولا حتى في الشمال، انا تلاقينا طلبه يعني في الاخر في, في في جامعات تاع الحقوق، يعني جل الطلبه تلقاهم ضعاف في اللغه الفرنسيه. لذلك الان الانسان بالمطالعه هذه، او انسان ربما كاين في بعض الاحيان كاين بعض المدارس راهم يديروا تكوينات، كاين حتى في الجامعه راه كاين مركز اللغات، يعني راكم دون تعرفوا كاع مركز المكثف للغات على مستوى الجامعه القديمه فوق في الكاتسو، راهم يديروا العشيه من 5 لهيه. بون وين كانت سجلات نظن كملت بالنسبه لا بروميير سيكسيون، دوزيام سيكسيون نظن في مارس ولا، يمكن الطلبه تسجيل فيها من اجل تحسين وترقية اللغة لديه، يعني خصوصا اللغة الفرنسية. وحتى وإن كان ربما ما ينجمش الإنسان أنه يدير تكوينات ولا يسجل في تكوينات معينة في الأخر، يمكنه من خلال يعني الإنترنت عن طريق اليوتيوب. اليوتيوب راه كاين يعني دروس في القمة في اللغة الفرنسية وما أكثرها. تحل دروك اي لغة المادة كيما الحقوق،
نعم بالنسبه هما يقروا الفرنسيه بصفه عامه ماشي بلغه الماده. معليش ما يهم، هو دوك انت لما اللغه الفرنسيه انت اللي يهمك اللغه، لما تفهم اللغه الفرنسيه هاي تبقى في لي تيرمينولوجي هذوك، في التيرمينولوجي يعني في لي تيرم جوريديك يبقاو ساهلين، ماهيش حاجه اللي صعيبه، بصح لما تفهم اللغه صاي راك فهمت 95% من الاخر، مفهوم؟ يبقاو في المصطلحات القانونيه هذيك ماهيش مشكله، مفهوم؟ بصح الان لو كان تجي تفتح اي ربما موقع وين اختفى هذا الأستاذ تاني؟ اوكي جينا الفرنسي راح واش خربك في الفرنسي كاع؟ والله غالب ضعيف فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للغة، مشكل اللغة، أنا واش ننصحكم؟ الواحد لازم يعود السمع تاعو يسمع اللغة أولا، إذا كان واحد عنده راديو في الطوموبيل كيكون يسوق ولا في الدار، ولا يدير راديو يدير لاشينتروا، ولا يسمع شوية مناقشات، شوية مرة على مرة يقبض كلمة يشرحها بديكسيونير باش يتطور شوية، بصح باش ولا يشوف لي فيلم اللي فيهم سوتيتراج مكتوبين من تحت باللغة بالعربية، يربط كلمة بكلمة بشوية باش ما يكونش عنده ملل، خاطر كان يديرها مادة يقراها حيكره ما يقدرش يتعلم، بصح كي يديرها هكذا شغل يسمع أخبار بالفرنسي مرة على مرة، يحكم جورنال يقرأ أختيكل صغير هكا لو كان زوج جملات ثلاثة ويشرحها بشوية بشوية صح. بشوية، يكتسب بوكابيولار، يكتسب مصطلحات كاين واحد بشوية، المشكل في يولي هذه، يتطور شوية. كاين مشكل في هذه اللغة القانونية، في كي الترجمة نتاعها مش هي نفسها الترجمة نتاع اللغة من العربية للفرنسية. دروك القانون راه يترجم واحد الصوالح، كي يترجمهم من العربية يخرج كاع المعنى يولي حاجة واحدة أخرى كاع. هذه هي المشكلة اللي ماشي، لقاوها، كي سي تفهم كي القانون اللغات، الإداري كما كي قالك تفهم، بالسلام. لا كي تفهم اللغات تعود تفهم هذيك الترجمة علاه داروها هكذاك. هما بوزيتيف بالفرنسي يقولوا لوا بوزيتيف، بوزيتيف حنا كي الترجمة تقول ايجابي، بصح إيجابي بوزيتيف ايجابي جاية من فعل بوزي يعني وضع، بوزي وضع، كي ترجعها واش تقول لك بوزيتيف وضعي. صح. دكتور الصوت، نعم نعم دكتور، الصوت ما كانش مسموع دكتور، ها؟ الصوت ما كانش مسموع. نعم صحيح، كان فيه نعم خطأ، أننا كنت قد لمست هنايا الأخر البوطون هذا تاع الميكرو، الآن أسمعكم. أستاذ التسجيل لم يتوقف أم توقف؟ لا ما توقفش التسجيل، هو يعني حتى ولو انا ما دام انتم في اتصال وانا يتوقف، لانه علاش المشكله اللي وقعت؟ انني فتحت اليوتيوب في الصفحه نتاع جوجل ميت،
نعم. هذا هو المشكل اللي وقع لي أنا الآن. لذلك أنا انقطعت عنكم، أما أنتم فتبقوا دائما في تواصل فيما بينكم. دكتور كنا نناقش واحد النقطة دكتور. نعم غيتاوي تفضل. كنا نناقش واحد النقطة فيما يخص الترجمة دكتور. رغم كنا بالمناسبة النصوص اللي كانت تترجم مثلا القانون الإداري الفرنسي كانوا يلقوا مشكل في الترجمة نتاعها كي يحولوها للعربية. تترجم لكن المعنى يحمل لكن المعنى تحمل معنى آخر. كنا نتكلموا بخصوص هذه النقطة لو كان عندك توضيح ولا. هو شوف أستاذ غيتاوي، هو كاين مشكل في الترجمة. هذه هي تبقى دائما مشكلة موجودة، يعني موجودة فيما يتعلق بترجمة النصوص. وراك ذكرتني ربما زميلي بارحة أهداني كتابا قام هو بتأليفه مع أستاذ آخر فاضل من جامعة وهران، هو أمامي الآن سأحضره لك فقط نصف دقيقة ثم أجيبك على هذه المشكلة أو المعضلة في ترجمة النصوص والمواد. دقيقة فقط. شوف هذا الكتاب، هذا ما نعرف اذا راه يظهر لكم مليح العنوان ام انه هذا كتاب. هو في الحقيقه كتاب رائع جدا حول محاضره في علم ومصطلح القانوني وصنعه التشريع. صنعه ماشي صناعه، صنعه التشريع. هي في الحقيقه صنعه ولا صناعه ماشي مشكل. هذا الكتاب يثير يعني هذا شو سؤال وجيه غيتاوي. هذا الكتاب يثير هذه التساؤلات التي طرحتها والكثير يعني من الأسئلة. علاش؟ لأنه معليش أنا حتى وإن كنتم طلبة سنة ثانية شوية هذا الكلام يخص نتكلموه بزاف لطلبة الدكتوراه، على اعتبار أنه لا يزال يثير إشكالا كبيرا في كتب قانونية لمؤلفين مثلا جزائريين ترجموا الى اللغه العربيه. وكنت ضربت لكم امثله عليها، مثلا كتاب تاع المنازعه الاداريه احمد محيو، كتاب القانون الدولي الخاص نتاع محمد يسعد، كتاب اخر على ما اظن غوتي بن منحه، ما نظنش اذا كانت ترجمه ام لا. يعني فيه كتابات كثيره يعني باللغه الفرنسيه ترجمت للغة العربية ولكن ترجمتها كانت سيئة. مفهوم؟ ترجمتها كانت سيئة. بون ماشي في كل شيء، صحيح أنك ستفهم الكثير من المواضيع فيها، ولكن ستشعر خصوصا لمن يطالع كثيرا، سيشعر بأن هناك سوء ترجمة لكثير من المصطلحات. الكثير من المصطلحات ترجمت بطريقة سيئة. مفهوم؟ يعني غير لا تعبر. بل اكثر من هذا، لو كان تروح حتى التقنينات يعني لي كود هادو اللي رانا نقراوهم الان في نفس، وهذه ذكرناها في بعض محاضرات المصطلحات القانونيه، يعني في نفس القانون يعني مثلا القانون المدني، راك تروح مثلا في التعويض غير القانون المدني غير كلمه التعويض، هذه يعني كل مرة كيفاش يترجمها المشرع بالأخر. مرة يذكرها تعويض، كلمة تعويض، مرة يقول لك لا ريباراسيون، مرة يقول لك دوماج انتيغي. مفهوم؟ وكاين مصطلح ثالث ما نذكروش فقط. يعني هذه كلمة تعويض كل مرة كيفاش يذكرها. مفهوم؟ أستاذ نعم. وهذا ما يفسر بالنسبة للقانون الدولي، ما يفسر كتابة المعاهدات والاتفاقيات باللغة المعروفة في عالميا. لا هي اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، كاين اللغة العربية تعتبر لغة رسمية، يعني كاين 5 ولا 7 لغات
معروفة، اللغة الإنجليزية مفهوم، الفرنسية، الصينية، العربية، هذه معروفة يعني في الأخرية. ولكن الآن تبقى الإشكالية ترجمة المصطلحات، لأنه لا هما كاين مختصين أكيد جدا، يعني حتى في الأمم المتحدة حين ترجمت المعاهدات والاتفاقيات والتقارير وكل ما يكتب هناك، يعني أغلبها تترجم إلى هذه اللغات الخمسة أو السبعة في العالم معروفة من بينها اللغة العربية. ولكن يبقى دائما حتى احنا في الدول العربية فيما بيننا المصطلحات باللغة العربية تختلف، مفهوم؟ يعني المصطلح كل واحد كيفاش يترجم. الإجراءات مثلا احنا في الجزائر يسموها الإجراءات، تروح لتونس أو المغرب يسموها بالمسطرة، مفهوم؟ المسطرة القانونية اللي يعني بها الإجراءات القانونية، مفهوم؟ احنا نقولوا المشرع في لبنان يقول لك المشترع، احنا نقولوا الالتزامات في لبنان يقول لك الموجبات، يعني المصطلحات تختلف. المشكل ماهوش هنا بقدر ما هو، لانه دوك اذا كان المشرع اللبناني يقول الموجبات ويقصد بها المصادر الالتزامات، المشكله ماهيش هنا، المشكله داخل المنظومه القانونيه الواحده. يعني احنا مثلا كما قلت لكم الان مثال بسيط، وهذا جبت لكم هذا مثال بسيط والا هي امثله كثيره، يعني في نفس القانون داخل نفس القانون، يعني جبت لكم الان مثال، يعني قانون مدني التعويض باللغه الفرنسيه يعني يجيب لك ثلاث مصطلحات، ثلاثه، الثالث نسيتو، ريباراسيون دوماج انتيغي بلس لو ترويزيام تيرم راح لي، يعني هذا داخل قانون واحد ماشي تاكل مدني وتجاري ولا في قانون واحد. نفس الشيء ثاني تلاحظوا في قانون العقوبات او الاجراء الجزائيه، تلاحظ يستعمل المشرع مصطلحين او ثلاثه، خصوصا لما تكون فيه تعديلات. في بعض الاحيان على بالكم كاين قانون اخر، هذوك اللي يديروا التعديلات من بعد وكانهم لم يقرأوا القانون هذاك واش فيه من قبل، يجيبوا لك مصطلحات واحده اخرى جديده، مفهوم؟ غير المصطلحات التي كان يستعملها المشرع في ذات القانون. للاسف الشديد احنا عندنا ازمه مشكله في المصطلحات، وهذه مشكله في الحقيقه ليست في الجزائر فقط، هذه ازمه ومشكله يعني موجوده في يعني كل الميادين ماشي غير في القانون، تروح لعلم الاجتماع علم النفس ربما كذلك تلقى هذه المشكله، فهم؟ هذا يقراوه المختصين في الترجمه، علم الترجمه، فهم؟ هم الذين اصعب حاجه ان تترجم، هذه اصعب حاجه ماهيش حاجه سهله بسيطه انك تترجم من لغه الى اخرى، يعني اصعب حاجه، لانه في بعض الاحيان اللغه على بالكم كل كلمه عندها معنى معين، فهم؟ غير في لغة واحدة يعني ربما الصعوبة هذه غير في لغة واحدة يعني لغة عربية، لما نقول لك أعطيني يعني معنى مصطلح معين، كلمة واحدة تلقى عندها عدة معاني، كلمة واحدة تلقى عندها على في بعض الأحيان يقول لك صح جيب لي شو السياق اللي جات فيه هذه الكلمة باش نعرف المعنى نتاعها، فهم؟ فما بال أنك تترجم من لغة إلى أخرى، فهم؟ إذا هذا موضوع في الحقيقة يحتاج إلى العديد يعني من الشروح والعديد من التفاصيل، والناس كتبت فيه خصوصا في علم الترجمة إلى غير ذلك. هل من سؤال آخر في هل تسمعونني؟ إذا كان فيه سؤال آخر ولا؟ سلام أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. السلام ورحمة الله، من معي؟ بن زايد. معك بن زايد، بن زايد، نعم أستاذ. نعم أسمعك دكتور. بن زايد ملك. نعم تفضلي بن زايد. أستاذ في قضية الإشكالية أستاذ، نهار اللي نختار إشكالية باغي ندير عليها البحث يا أستاذ. كي ندير نعرف باش هاد الإشكالية ما تطرقش ليها واحد من قبل. هو شو لا هو
ماشي كي تعرفي، تعرفي بحكم التخصص تاعك، يعني الطالب ولا الاستاذ ولا الباحث، احنا نقولوا الباحث بصفه عامه، علاش قلنا يجب ان تتوفر فيه، احنا هي عوامل في نفس الوقت شروط، فهم؟ يعني يجب ان يكون متخصصا، خاطر غير المتخصص ما يعرفش. الانسان لما يكون متخصص يعرف كاع واش كاين في العلم هذاك. قال انا متخصص في قانون الاسره، نهار اللي نخير موضوع نعرف بلي هذاك الموضوع لم يتطرق له، علاش؟ لانه متخصص، نعرف، مفهوم، نعرف كاع شكون يكتبوا في الموضوع اللي ما كتبش الى غير ذلك، باش نهار اللي نخير موضوع نختار موضوع للصح، ما نضلش انايا من بعد قالوا دي الناس بانت لي من بعد شهرين ثلاثه بلي مفهوم بلي راهم عالجوه، لا، الا تكون متخصص. يعني هذا هو، هذه هي الحاجه اللي تخليك تعرفي باللي راكي اخترتي مشكله او اشكاليه تليق بان يبحث فيها. هل من سؤال اخر او السلام ورحمة الله، غير تاوي تفضل. أسمعك أسمعك. لا أعلم إن كان صوت. دكتور فقط فيما يخص نوعا ما خارج الموضوع. تفضل غير تاوي تفضل. دكتور فيما يخص فقط التعديل الجديد الذي مس بقانون الانتخابات، أستاذ إن كان بالإمكان أن تضع أو كان كانت مبرمجة فيه ندوة أستاذ حول هذا الموضوع للاستفادة أستاذ. معليش. ولطلاع على هذه الجانب. بعد لنا شوية على الأخرى، إحنا رانا نحضر لندوة وطنية. غادي نحضر فيها إن شاء الله ل ندوة وطنية حول مشروع قانون العضوي للانتخابات التي سنعقدها يوم الخميس القادم إن شاء الله، يوم الخميس 4 فبراير 2021 ابتداءً من الساعة 4 أو 5 مساءً. إن شاء الله دكتور، فقط لغرض الإفادة فقط. بارك الله فيك. وسيؤطرها يعني مجموعة من الأساتذة المختصين في هذا المجال، معروفين على المستوى الوطني، ومنهم من كان في لجنة إعداد هذا المشروع، كان أعضاء رايحين يكونوا حاضرين معنا في الندوة هذه التي سينظمها مخبر القانون والمجتمع لجامعة أضرار إن شاء الله، واحتمال كذلك يكون معنا مخبر القانون والتنمية لجامعة بشار. وأنا إن شاء الله هي فرصة لدعوتكم لحضور هذه الندوة إن شاء الله يوم الخميس. أنا أتمنى تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله حتى تستفيدون يعني من خبرة الأساتذة اللي رايحين يكونوا فيها، راح يكون فيها، معليش انا كما قال لك غادي ندير لكم تسريب للشخصيات التي ستكون في هذا في هذه الندوه، من امثال الاستاذ الدكتور بن طيفور نصر الدين، هو عضو شارك في لجنه اعداد هذا المشروع، الاستاذ عمار عباس، الاستاذ عمير الشناذير تعرفونه، الأستاذ عمار بودياف، أستاذ تعرفونه كذلك، عنده عدة مؤلفات وكتب يقرأها طلبتنا الأكارم، كذلك الأستاذ إدريس عطية محلل سياسي، الدكتور سعداوي محمد صغير عضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفيه كذلك أساتذة من عندنا وبعض الأساتذة من جامعة بشار إن شاء الله. هيا رانا اعطيناكم بعض شكرا دكتور. العفو ان شاء الله. اذا ما كانش فيه اي اسئله اخرى نضطر الى توقف وانهاء هذه الحصه. نشكركم مره اخرى على صبركم وبقائكم معنا الى هذا الوقت المتاخر، ونتمنى ان شاء الله